روح على تخطيط صفحة، تخطيط صفحة، شنو اسم الإعادة؟ دكتور مصطفى حاسبته عربي وأنا همين عربي، ما أعرف بالإنجليزي. دكتور جابك بالإنجليزي؟ من هو؟ من هو أنت؟ أنا معاك تفضل. دكتور، تروح على البيج لايوت تمام ثم اختيار الووتر مارك. تمام وين هالووتر مارك؟ انت بدي وياي اشر لي، انا ما اعرف. يلا تمام، قول دكتور لي اللي هسه هنا امشي بأوضح. انت دست البيج لايوت، الووتر مارك موجود على صفحة مكتوب عليها اي، على اليمين يمين يمين. يا عمي يسار اخوي، يسار هيا عمي. اي هاي. تمام، انت تشتغل على التليفون، انت فاتح دكتور هو التليفون، انا هسه التليفون، بس هو انا اتذكر يعني مشتغل على الوورد ومسوي فاتح ووتر مارك. التليفون. اي المعلومة توصلك بطيئة، يعني من بيني وبينك انت من تحكي وياي بطيء، اللي عاد يظهر عندك بطيء. نعم، بعدين اختار الشكل اللي اريده، مثلا هاي صورة مائلة او صورة عدلة، او هذني جاي يعطيني تمام امثلة على الشكل الموجود. تمام اختارنا هاي. وين الشكل؟ هذا الشكل. تمام، يا دكتور وبعدين احنا نسوي تعديل للنص الموجود لان هذا النص مثال. شلون راح نسوي التعديل؟ دكتور يمكن نضغط عليه هو نفس النص. ما ياخذ هذا النص، ما ياخذ، غير لي اياها واعتبر لك اياها امتحان كويز، انت الوحيد لك 10. دكتور انت قبل لا تحطها اتوقع يمكن دوس كليك يمنى تسوي لها اديت او هي شيء. دكتور ما ارجع على تتوقع القائمة فوق. هذا، مو تتوقع لي ابني، اي قول دكتور لي تسمح هل لي، شيء. نعم ارجع على الووتر مارك، تمام، دوس عليه دوس عليه دكتور. دست عليه. هاي دكتور قبل لا تحط الوحدة دوس عليها كليك ايمن. على ياهي، هاي او هاي يعني. حسب النموذج اللي تريده، مثلا تدوس على اي واحد. تمام، الكليك اليمين، هاي دسنا الكليك اليمين. دكتور الووتر الثاني وحده اديت بروبرتيز، يعني تعديل الخواص مع الحاسب. اجت وصلناه. تمام، دكتور اول وحده تغير النص، راح يتغير عندك النص الموجود. يعني يا ناس اغير هاي اي دكتور اكتب مثلا شنو اسمك؟ الحاسب. عفو شنو دكتور اسمك؟ شنو اسمك؟ معاذ طه. معاذ طه سرحان، مو نعم دكتور. سرحان. تمام، بعدين اوكي ندوس اوكي. طلع لك، قول لي يس، ما طلع لك، تغير لك. دكتور اجاوب والله اوقف. اوقف، وقفت يعني انت محاضرة، مو وقفت ابني. لا لا عفو دكتور، مو دكتور مو شو ارجع على التكست التعديل مالته، مو هو البث ما يطلع كلمة رجعنا صار هذه edit properties. العب اديت. وين؟ دكتور هو اللي اعرف انه هو النيم شو اسمه. اوكي دكتور ثالث وحدة الكاترجي يمكن. لا تقول لي لا انا لا ما لا اشتغل، انا ما اشتغل حزوره، احكي لي اغير لك اياه، دكتور دوس على الكاترجي. اغيره دسته. شنو نغير بيه؟ دكتور ما طلعت القائمة على اليمين السهم. تمام، دزتها طلعت لك هاي القائمة. شنو تريد تكتب بيها؟ والله دكتور ما اعرف دكتور خليه يجاوب. خليه يكمل هو بس، على كيفكم. ليش يعني هو دخل بالموضوع هو يكمله؟ انت عندك حاسبة؟ دكتور اي بس هسه اقدر اشغلها بس.
طفت طفت دي تمام عندي لابتوب دار. شغله وبعدين نحكي يعني اياك يعني. كمل اوكي منو دكتور، اللي راح يحكي من البنات؟ انا دكتور. منو انا؟ نبأ نبأ نعم قيس. نعم تفضلي تفضلي كنا اول شيء نروح على راح اطلع الوتامر. من جديد راح الغي لك شايه نعم دكتور، لغيناها نرجع على الوتامر. تمام بعدين من هاي الخيارات الجوا راح نختار كوستوم معاد واسمه. معاد نعم دكتور. ده شوف ايش طلع لك جوه شوف اتذكر هاي معاد طه سرحان ده شوف ايش تغير ايه، تغير العنوان مال اللايت. تمام فانت انتبه وين غيرت يلا بنتي يلا نبأ ما هسه غيرنا من هاي الخيارات الجوا حنختار كوستوم واتر مارك. تمام وين نروح عليهم من عندهم بنتي ثاني اختيار دكتور كاستم هذا واتر مارك. لا دكتور بالخيارات الجوا. بالخيارات الجو تمام اي هاي دكتور. ايش تختارين هسا اول شيء عندنا هاي الخيار الاول نو الأول واتر مارك، هاي يعني ماكو علامة. نختار هنا دكتور البيكتشر واتر مارك. بكتشر واتر مارك تمام بعدين هنا راح ناخذ select picture، حنختار سلم صورة. يعني هي سلم أكو صورة وأكو كتابة مثلا إذا تي تكتب، فأنا أقدر أختار picture وأقدر أكتب. تمام ماشي هاي اختارينا الصورة هاي الصورة مو أنت اختار صورة تمام على علامة مائية. تمام وبعدين أنا هم راح أختار من يمي. وبعدين هسه بعدين راح أروح على اوكي السايز، الحجم، أحدد الحجم. أختار مثلا عندنا إحنا وين خمس الحجم؟ مليمتر وين الحجم؟ يا دكتور بهاي الخيارات السايز. تمام بعدين أول شي لازم نختار صورة. اختارين الصورة بنتي ما أنا ما جاي يطلع عندي ليه عاز. هسه قلت لك ناخذ السايز، الحجم نعم 500. 500 اخذنا 500% بعدين ندوس اوكي. اوكي تمام وين دكتور. صارت؟ هاي على كبر الشيت او الورقة احنا نريدها كتابة اي عادي دكتور، اعرف كتابة. نعم دكتور جاوب انا. نعم دكتور. نعم اختار دكتور نص فد علامة لحظة فد مائية. لحظة نبي بلوش قال انا جاوب نعم دكتور. نعم خاطر دكتور. نرجع على معاد لو على محمد نعم دكتور، هو يلا بس معاد من نسوي الايديت كوستوم اكو الخيار انفعله انه تعد بس انه يكون نص محمد مو صوري. معاد نعم معاد دكتور. ابني على كيفك واهدأ وابدي اشتغل ايش ناخذ؟ دكتور البيج لايوت كوتر وبعدين نخليها كوستوم يعني ياهم من عندهم جوا. هاي لو هاي يا هاي ومن عندهم قول لي انا ما اعرف انت علمني دكتور الخيارات الأربعة على الجوة تختار ثاني واحد. يا هاي ايه تمام دكتور، ندوس تكست ووتر مارك وليس بيكتشر مارك ووتر مارك، على مود يكون الووتر تمام مارك نصي. تمام اللانجوج هسه احنا مختارين اللغة العربية. ثاني واحد التكست نسوي له تعديل مثلا مادة تكتب الحاسوب. لا ما عاد نعم دكتور. صراحة اكتب اسمك تمام دكتور. الفونت بعدين الخط اللي جاي نستخدمه مو شرط انه نبدله. السايز الحجم نخليه مثلا نطي خيارات، دوس خيارات عم يطلع لنا احجام انه تمام يكون اقل من 100% على المود ما يكون اكبر من الصفحة الموجودة. تمام ومن ثم الكلر هو دائما يكون رصاص. 40 كلا بعدين ماروني يا لون تريد دكتور اللي تمام عجبك اوكي. ندوس ابلاي راح يسوي يعني تنفيذ لهذا الامر، من ثم نسوي اكزت او كلوز او كينسل مو فد مشكله. راح تمام يصير
موجود هذا. خلصنا، عاشت ايدك. تمام. شباب انا مو قصدي ان يعني احرجكم او فتشي، بس انا قصدي اريدكم تتابعون بالمحاضرات، لان العملي اهم من كل شيء. اللي انت اذا تاخذ المحاضره وما تطبقها على الحاسبه تنساها، وانت تنساها انت تستفاد من عنده مرور زمن الى ان مو بس بعد التخرج، وتبدي انت تكون يعني لك قاعده بالحاسبه. فالشرط من الشروط ان تطبقون عملي. الله يخليكم، لان هذه باكر اني راح افتح وياكم ترى صوره وصوت، وياي لجنه ممكن نقول لك اقعد افتح حاسبتك سوي له مشاركه، اعمل هيك 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 لعازات، خلينا نشوفك تطبيقها. من ما راح تسويها وما راح تشتغلها، يعني انت تاخذ صفر بالامتحان النظري، يعني امتحان المشاهده، امتحان الشفهي نسميه. فتعرف ايش راح يصير بيك؟ فالقرار الاول والاخير لك ان شاء الله. اتمنى لكم الخير كله والموفقيه. عيني احنا اخذتوا انتوا الانسيرت كله، واخذنا احنا الفايل، واخذنا الهوم من ضمن الانسيرت، يعني اخذتوه كله، صح ولا مو صح؟ اي نعم دكتور. واخذتوا الرأس وتذييل الصفحه بالعربي، اي اخذ. واخذت المعادلات الرياضيه. لا دكتور ما اخذناها، قال لحد المحاضره الجايه اخذ. تمام، اخذت على سبيل المثال اخذت شو نسميه مخططات رسم فلوتشارت. ها دكتور بس جداول يعني. تمام، انتوا مو انتوا من تقولوا لي حتى اعرف، انا اعرف شلون احكي ويا استاذ مصطفى المحاضره وين واصله وينها. المهم لان انا من قلت لك كمل وياهم، يعني انا لازم مكملين اليوم الورد حتى الاسبوع الجاي ابدا وياكم بالاكسل. شباب هسه هذا الشغل مالتنا، على سبيل المثال انت تريد ترسم مخطط، جيتك من الكلية يعني طلعتك من الكلية للبيت، جيت انت دا اقول لك سوي لي فلو شارت خاص لك نشتغل شلون تقدر تغير بيه. تجي ترسم المخطط، تبدي بيه الاشكال، يعني اخذنا مثل المربع هذا، تقول هذا هاي الكلية. اجيت انت النوب قلت طلعت من الكلية واني امشي، ركبت السيارة، نرجع على السيارة شكل يعني شيء يوحي الى السيارة، او تريد انت ترسم سيارة بكيفك. تمام، طلعت من السيارة تتوصل للبيت، الطريق اللي تمشي بيه للبيت نقول بالأسهم سبيل المثال هذا السهم. تمام، عندك النوم. نعم هاي أخذناها. نعم أخذناها ورسم لكم اياها مصطفى، رسم لكم اياها استاذ مصطفى. رسم لكم اياها استاذ مصطفى. دكتور مصطفى قال انه هاي نستخدمها مثلا انه عندنا كيمياء او فتشي دورق مثلا نريد نرسم يا اسطوانه. اي فلو تشارت انا بس انا بدل ما ادوخكم واقول لك ارسمها بهيك مكان، عندنا نعطيك مثل انت ترسم مخطط لك، يعني طريقة دخولك للكلية، خروجك للكلية، واحد يطلب من عندك دورة حياة طبيعة،
ممكن انت تسوي مخطط بياني تشتغل بيه. طبيعة يعني واحدة من المواد اللي تاخذها ممكن تستخدمها بالبيولوجي، ممكن تستخدمها بالكيمياء، بالفيزياء ايضا. لحد الان اوكي؟ اوكي دكتور، اذا هاي الاشكال نريد نتحكم بحجمها، مو نضغط مرتين ونتحكم؟ وممكن انت تجي هسه اشرح لك يا بنتي. هسه انا فاتحه شكل يعني سويت واحد. شوفي هذا الشكل، هسه اخذنا هذا الشكل، هو مو راح يطلع لك الشكل المربع او الشكل الدائري. شايف المكونات اللي احنا بيها الدوائر؟ شوف الماوس وين يشر. اي هاي انت باع الاسهم اللي تصير سهمين، ممكن انت تصغرين تكبرين اللي تحتاجيها. نعم. او ممكن انت تمشين بالشغل اللي تريدونه. او ممكن انت تعملي لها دوران ايش قد تريدون، 360 درجه، 180 درجه، شلون تريدين تشتغلين. دكتور، نعم. يعني بس من الماوس نقدر نتحكم بالحجم لو اكو اعاس خاص الها؟ تقدرين بالماوس، تقدرين بالاسهم والكنترول. شوف سائل لا بالكنترول وبالاسهم، اشرها صعودا ونزولا، كلها تقدر تاخذ، تقدر كلها تاخذ من عندها وتشتغل. تمام، بس بالماوس تصير سهولة العمل بها أكثر. ممكن أنت رسمت الفلوشارت، رسمت المخطط، كملته كله وجهزته، بس شنو تريد تسويه؟ تجمع واحدة أو جروبة واحدة، تضغط من الكنترول وتأشر واحدة واحدة اللي تريدها. يعني ثانيا مربع ثاني السهم هذا والنجمة، وتدوس الكليك الأيمن راح تطلع لك الجروب تجميع. جمعتها هسه من تحركها، شوفها تحركها مره واحده حتى تستفاد من عندها، تعتبرها صوره واحده بعد ما كملت التصميم وتشتغل بي. هذه واحده من الاشكال اللي انت ممكن تشتغلها بالله. وممكن الصوره نفسها تحسب وتسوي الانسيرت الصوره، تقدر الصورة نفسها أنت تسوي لها عدة تغييرات تاخذ من عندها. ممكن نضيف لها إطار، ممكن نسويها 3D، ممكن نضيف عليها أي رسم اللي تريده، وممكن أنت تغير الألوان مالتها أو المستوى الإنارة مالتها، ممكن تغير الظل مالت الصورة نفسها للصورة أنت اللي تريدها، أو ممكن أنت تخليها تريد تكتب بيها الصورة تضيف عليها كتابات، ممكن انت تخليها على شكل رسالة، او ممكن تخليها على شكل رسالة او نص، ممكن تخليها الكتابة يعني تاخذ الصورة اذا عندك بحث او شيء تكتب عنه، او ممكن انت تجي تقول لا انا ما احتاج هاي الصورة. يعني ممكن انت صورة الك يعني زملائك اثنين ثلاثة وياك، وانتوا اخذتوا صورة ويا جهاز بالفيزياء او بالكيمياء، التجربة مالتكم بالكيمياء، بس انت تريد تحطها بالبحث، ما عندك بس هاي الصورة، بس اذا تحطها بالبحث بدل ما انت تقعد تشتغل وتغير وتجي، لان هاي هسه الصورة من تضغط عليها وتسحبها راح تطلع لك الفورمات مالتها، التنسيق اللي موجود للصورة. انت ما تحتاج نسميها احنا الصورة كلها، تحتاج بس الجهاز من عنده. تيجي تاخذ تحدد انت يا مكان، يعني على سبيل المثال هاي تكبير بتاع حجم الصورة، بس انت ايش تحتاج من عندها؟ تحتاج بس الوردة، يعني هاي هذا نقول هذا الجهاز، وتريد تمسح صور زملائك وصورتك، خلي انت تستفاد من عندها للصوره بس بالجهاز. تمام، وممكن انت تغير ايضا من معالم الصوره، تضيف تشتغل عليها، هذه ايضا تستفادون من عندها بهوايه ممكن تشتغل بيها.
هذا من ضمن الانسيرت. انت ممكن ان تشتغل فلوتشارت اللي انت المخطط البياني اللي تشتغله والخطوط البيانيه اللي تطلع لك وتصميماتها وشغلها حسب الداتا اللي انت راح تدخلها بجدول البيانات تشتغل عليها. ممكن خيطي، ممكن اعمده، ممكن خرطومي، ممكن اشكال هندسيه، ممكن انت لاينات تشتغل عليها تشوف طريقه تمثيلك لها، او ممكن انت تكمل الشغل اللي تريده وتريد تسوي سكرين شوت وتاخذها وتنطيها زميلك الدزيل هي حتى يعرف انت التجربه او الشغل اللي مشتغل عليه. ممكن انت تربطها ملف ثاني من الملفات اللي موجوده عندك من بالهارد الاكسترنال او الهارد اللي الداخلي اللي عندك انت بالحاسبه، وعندك ممكن انت تضيف راس وتذييل الصفحه اضيف بيهن، لان هذه ممكن انت تضيف عليه اي مواصفات كامله، الارقام الصفحه، البات مال الصفحه، نوع الصفحه، اسم البحث، كل شيء تقدر تضيف عليه وتغير اشكال بيها للراس والتذييل نفس الحاله. عندك النمبر بيج اللي احنا بيج نمبر اللي نشتغل عليهن نسميهن ارقام الصفحات او ترقيم الصفحه اللي تشتغل، ممكن انت تضيف الصفحه الاولى، ممكن ما تضيفها، ممكن تنهي الصفحة الأخيرة، ممكن تريد الترقيم من الاثنين، من الصفحة الثانية تبدي رقم واحد أو تبدي رقم خمسة وانت صاعد، انت التقدير انت تشتغل به. وممكن انت تضيف تكست، اضافة تكست خارجي، يعني انت تضيفه خارج النص اللي موجود عندك ايضا تقدر، ممكن اشكال الخطوط، وممكن والاهم من هذا كله تستخدم عندك استخدامك للمعادلات. معادلات عندك، هاي تصميم المعادلات، ممكن انت تجي تصمم معادلة تكتب بيها شنو اللي تريد، هاي اللوغاريتمات، الكسور، الشغلات الهندسية، الساين الكوساين، المجاميع، شنو تحتاج، وهذا انت مواصفاتها وشغلها. وممكن انت لا تقول والله اني راح اتعب اكثر، عشان تعب نفسي اروح يعني اكو تصميم خاص اشكال موجوده واقدر اضيف وامسح من عندها، يعني عندنا هذا الشكل، انا عندي هذا الشكل بس انا ما احتاج الاضافه هاي، اجي امسحها، مسحناها تبقى بس المجاميع وتشتغل عليها. ممكن تضيفه، ممكن تسوي معادله تختصر، وممكن تضيفه وتعمل لها، هذه تشتغل وياهم وانت على ضوء المعطيات اللي تحتاجها تشتغل بها. هذه بالنسبه للانسيرت للاضافات اللي تشتغل عليها، الريفرنس او اللي تشتغل عليها مال البنش ايضا راح تبدي تشتغل مخطط انت اول مستند اللي تشتغل عليه. ممكن بي انت اشكال عندك موجودة تختارها وتشتغل عليها، شوف الالوان اللي تتغير وياك حسب معطيات اللي انت راح تختارها الوانها وشغلها. هلا صديقي حتى تشوفها اكثر، هاي ثيمات موجودة انت تشتغل عليهم تغير بيهن. ممكن انت تضيف كلر لون الى دكتور، بس الاشكال شلون اسويها المجموعه، يعني اربطهم مجموعه اساعد لك اياها صح. وممكن فونتات وممكن انت تشتغل لربط المجموعه هاي. شوف اذا انت عندك حاسبه يمك سوي رسم، هذه مو سويناها مجموعه واحده شباب، هاي مو مجموعه واحده توقف عليها راح نرجع بالعكس. هاي المجموعات بديت انت جتك هاي المجموعة موجودة تريد تغير بيها، ما تريد هذا السهم تمام. توقف علي ولا فك التجمع مالتك، فتحناها تبدي تغير هذا ما نحتاج، هذا مو حلو ما يمثل، تجي انت سوي واحد جديد
ممكن ناخذ هذا السهم هيك. دكتور عسى؟ نعم دكتور، بالثانية قبل شوية دخلت بعدين خرجت، كنت بالكلية استلمت الهوية واتصلت بالنت مال الكلية بس قطع شوية. وهسه حاليا هسه اشتركت من موبايل ابويا وهسه رجعت يعني للبيت. هي عادي 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 ماكو مشكلة، توصلهم بالسلامة ان شاء الله. تمام شكرا دكتور. تمام، فانت شوف التشكيله اللي تريدها، الرسم اللي تريده، شنو اللي راح اضيف بها، وممكن انت تشتغل تضيف خط ثاني لك الى هنا، كلها تبدي حتى تريد تجمع انت تجمع واحد. كنترول، تضغط على الكنترول تبدا تضغط عليهم واحده واحده اللي عازات اللي تريدها بالتجمع. يعني على سبيل منو كان يسألني؟ نعم دكتور. قول لي شنو اللي تريد من الصورة اللي قدامي هسه. سوي لك اياها تجربة. كنترول تضغط على كل شيء، تضغط الكنترول بداية الشغل مالتك، وقول لي مربع السهم هاي كله. يعني كنترول ثابت ويا الماوس يعني ثابت ويا الماوس. واحد نشتغل يعني هذا المربع يلا اخذناه. ناخذ النجمة. تريدها قول لي ايش بيك هالشيء. تمام دكتور، يعني مثلا السهم وياه هذا يا هذا المخطط، السهم هذا رسمناه. طيب تريد سهم جديد؟ طيب دكتور شوف هسه اوقف عليها بس لا تطلع من خارج المخطط اللي انت راسمه، تاخذ الكليك الايمن وراح اضغط من عندك ترجع نفس الحكي، طلعت من ترجع النوم نفس الشغل، تاخذ كليك وتقول له تجميع صار. تشوف هسه من نشيلها وتحركها بس هي وحدها تيجي ما صارت ثابته مكانها. تمام صارت دكتور عاشتي. تمام تمام هذه ممكن انت تشتغل عليهم وتضيف نشتغل عليهم. هذه بالنسبه اشكال الورقه احجامها حجمها النورمال الطبيعي مالتنا، يعني انت من خلال الهوامش اللي تحتاج بيها اضافات او تغيير او اي شيء، ممكن انت تحتاج الورقه او الشيت اللي تشتغل عليه افقي او عمودي، ممكن السايز مالت الحجم الورقه اللي تشتغل عليها، ممكن انت تريدها لتر، ممكن انت تريدها اي 4 اي 3 اي 5 اي 1 حسب الطابعه المربوطه وياها حتى تقدر تشتغل. وممكن انت تحدد قياسات تحتاجها، ممكن تحتاجها على شكل ظرف مال رساله تكتب بها، وممكن انت تختار نوع الكتابه النص، تريد نص واحد يعني يعني تسطير مبدئي مثل الكتاب موجوده مع زميلكم اللي اشتغلناها توقفين عليها وتحدديها وبالديليت تلغيها، تبقى الصوره اللي انت احنا اشتغلناها وسويناها لها انسيخ وعملنا عليها نوع من التغييرات تريديها. على فكرة تقدر هاي الصورة نفسها بالفورمات هسه تروح للفورمات تشوفها تطلع لك كلها. ممكن انت تستقطع من عندها اشياء حسب البكسل اللي موجود بيها، يعني قوة البكسل اللي موجود قوة الانارة مالتها، يعني هسه شوف انها طلعت العفو بس الوردة الحمراء هنا، شوف بس القوة اللون الأبيض هنا، نتحولها منها إلى هنا طلع بس اللون الأخضر القوة هسه اللون الأحمر هنا، وكبرها وشوفها يطلع وياه قوة، ما طلعت الباقيات اللي منها، طلعت بس هاي اللون الأخضر قوة الاستطالة اللون اللي تطلع بها، قوة مدى البكسل اللي موجود اللي يشتغل. تمام تمام شباب. تمام الى حد الان احد عنده سؤال؟ اكو واحد عنده استفسار؟ دكتور ممكن تعيد اطار الشاشه؟ دكتور بس عادي تعيد شلون لغايه الاطار؟
تمام. شوف شوف، كل ما تنزل ينزل الووتر وياه علامة المائية، ينزل الإطار. هذا الإطار اللي موجود. الإطار احنا ممكن انت تاخذه من البنج، إطار عيني تشتغل بيه، تجي تحدد مع النوع الإطار اللي انت اللي تريده. شنو اللي تريده؟ تقول الثري دي او نوعه، تبدأ الحكي من شلون تقول شكله، فتاخذ النوع الاطار اللي تحدده شكله. على سبيل المثال هذا اخذناه، ايش قد الحجم مالته اللي تريده؟ تمام. تريده وشنو اللون مالته؟ تمام. ممكن انت تلغي اذا تريد يعني ممكن تسوي اتصال، مرات اكو صوره تاخذها تقسمها 4 اقسام وتريد تسوي لها اطار، فتلغي الاقسام مالتها وقسم قسم تصور الاطار مالتها. يعني ممكن تلغي الوسط، ممكن تلغي الجوانب، شوف انت شنو اللي تريده، او ممكن تخليهم كلهم موجودات. نوع للعجم والشغل مالتك. ها الشباب، قطعت المحاضرة مو؟ اي دكتور. اي دكتور. وانا كملت الشرح يلا. راح اديكم العرض موجود لحد الان وياكم. اي دكتور موجود. راح ابدا اعيد لكم اياها. الاطار مال الصوره نفسها والاطار مال الشيء، تحددنا النوع والحجم والشكل مال انت اللي تريده، وحجم الخط او شكل الاطار او نوع الاطار اللي تريده حددناه، وراح تبدي تشتغل عليه. شنو الحجم اللي تريده؟ وممكن تلغي من عنده اي جانب اللي تريد تلغيه، الجوانب اللي تحتاجها وتحتاجها. شوف هسه لغى الاطار، وممكن انت تقدر تلغي الاطار مو بهيج الطريقه، هو هذا الاطار احنا اللي عندنا بشكله هذا، انت تجي تريد تلغيه تلغيه من نفس المكان، ترجع عليه هسه تقول له انه لغى الاطار. وممكن ما يعجبك هذا ان المخططات تضيف له انت على شكل برتقاله عندك بالرسم او بتشي تحتاجها، ممكن اسلاميات يعني شغلات اسلاميه، ممكن انت تغير حتى حجم او سمك الاطار اللي تريده. ونفس الحاله من تريد تلغيه راح توقف عليه نفسه هو، تقول له هنا نوع يلغي وتنتهي الامور كلها. اوكي تمام دكتور. احد بعد عنده سؤال عنده استفسار دكتور؟ نعم. شلون نمسح العلامة المائية؟ شلون تمسح العلامة المائية؟ تمام. ابدي وياي شلون راح نرسمها اصلا. يلا ابدي. هاي ووتر برو. يلا انزل روح الووتر مارك. نزلنا على الووتر مارك، انزل. اخذنا العلامة. ناخذ ندوس ثاني وحدة من جوا كوستم ووتر مارك. غير تحدد الشكل اللي تريده انت. نحدد الشكل ونختار كوستم. تمام. شو اكتب لك؟ تكست مارك ووتر مارك. نكتب مادة اسمك. أو محمد عبد اللطيف.
محمد عبد اللطيف. عبد اللطيف. نختار اللون والسايز. إذا اللون اختارينا اللون السماعي. لو تغير اللون أي شيء حجم مالته حجم الخط نحتاج 72 ولا أوكي. طلعت لك شنو هاي محمد عبد اللطيف. تمام تمام. تجاوب شلون نمسح الوتر مارك. تمام. منو شنو اسمك؟ أنا معاذ طاهر. معاذ رجعنا على معاذ يعني ماكو بالمحاضرة بس معاذ اليوم. يلا عاش ايدك. يلا عاش ايدك معاذ تستاهل. كمل عمي كمل معاذ. دكتور ندوس على البيج لايوت. تمام. ندوس على الخيارات مال ووتر مارك نفسها السهم الجوه. تمام. قبل اخر خيار يقول لك ريموف ووتر مارك امسح الووتر مارك يعني تضغط طيب. عليه راح يحذف اي ووتر مارك موجوده على الصفحه. حذفناها. ابو جاسم سمعت الشغل شفته؟ نعم سمعته شكرا. شوف بالتفليش بالهدم اسهل اسهل طرق موجوده هيجي بس بالبناء صعب. فدائما الشخص اللي يبني لازم يكون متمكن من البناء والتخطيط مالته حتى ما يفلش ويضيع مستقبله. نعم دكتور. الله ييسر امرك. تمام. منو بعد عنده سؤال؟ واحده من الطالبات سمعت صوتها قبل شويه. منو رادت تسال بنتي؟ دكتور شباب اكو احد عنده استفسار سؤال؟ اتمنى لكم الموفقية والله ييسر امركم.